ألف ليلة وليلة. اسمع يا شاذلي في دارة الأيام. سامع، قولي لها إن أنا من جمهورها على فكرة. أم كلثوم طبعاً كوكب الشرق، مش هينفع يعني هي. بيقول لك إن هو من جمهورك، يمكن أنت كان لازم تبقى موجود هنا في جرش، ما نطلعش. والله يعني كان نفسي والله. يا شاذلي أنا أسمعك وأشوفك الحقيقة. كان على فكرة أنا كمان بغني. وردة حرمت أحبك. شاذلي بيغني بيقول لك. والله. أما نعمل لقاء ثلاثي في التاسعة. يا ريت والله. نجاة أما براوة. انا برضو حبيت الاغاني لان الناس هنا جايه بتنبسط، يعني انت لو معانا بص الناس كلها بتتفاعل، فحبيت الاغاني تكون شويه خفيفه ما يكونش فيها حاجات تقيله. لا وانت ذكيه كمان في اختياراتك الحقيقه. حاجات كتير هغني كمان لجورج وصوف اول مره اغاني لجورج. هتغني ايه لجورج وصوف؟ ثانية أصل أنا في كذا أغنية، بس النهاردة في البروفات لسه هنختار واحدة من كذا أغنية. إذا هيبقى في أغنية لجورج وصوف. هتكون في أغنية إن شاء الله، بس على حسب اللي هنستقر عليها النهاردة في الجنرال إن شاء الله بإذنك يا رب. وهيكون في إيه كمان؟ في فيروز. فيروز حلوة قوي. لا إحنا عاملين فيروز لايقة على المكان هنا يا شاذلي، أنت عارف برضو الأعمدة طبيعة المكان الأثرية طبعًا. يعني جدًا طبعًا. يعني. فيعني يا رب إن شاء الله البرنامج المرة دي يكون يعجب الناس بإذن الله. والقلق بقى القلق القلق اكيد.